الموضوع ده حصل من 6 شهور، كنا خلصنا الشغل وقررنا ان احنا هناكل، فكلمنا مطعم سيد حنفي اللي موجود في مدينة نصر، وبالفعل الاكل وصل لنا بعدها بساعة، وخدنا الاكل ده ودخلنا روم عشان ناكل. ووسط واحنا بناكل اكتشفنا في طاجن من طواجن المكرونة باللحمة انه في فار كامل زي ما موجود في الصور موجود وسط الاكل، واحنا ما كناش مصدقين ممكن حاجة زي كده تحصل، ولكن سيبنا الاكل زي ما هو واحنا مصدومين، وقررنا ان احنا هنكلم المطعم عشان يبعتوا لنا مسؤول عشان يلقي نظرة عن على اللي حصل. يعني بالفعل المطعم بعت مسؤول شاف ايه اللي حصل، ولكن ما خدش اي اجراء، ما خدش اي موقف. بالتالي انا لما روحت في نفس اليوم بالليل قررت ان انا هنزل بوست عن اللي حصل ده، وبالفعل نزلت بوست بعدها بعدد ساعات قليل على صفحتي الشخصية، ولكن هو ما جابش نفس عدد الشير، كان جايب تقريبا حوالي 400 شير، فما وصلش او ما انتشرش زي ما هو منتشر دلوقتي، والكلام ده كان من 6 شهور. ما قدمناش ليه دليل رسمي لانه احنا ما كانش معانا اذن النيابة ان احنا نستخرج التسجيلات الخاصة بالموقف ده، فبالتالي ما تقدمش محضر رسمي. الموضوع اتقفل من 6 شهور وما اتفتحش غير مؤخرا لما عرفنا انه في ناس كانت بتدعي او بتبتز مطعم سيد حنفي بالبوست اللي احنا كنا منزلينه، وبيقولوا ان هم اصحاب القصة دي. المطعم بيقول انه صاحب الاوردر او الاوردر معمول باسمه كلمهم وطلب منهم فلوس. انا ما عنديش معلومة هل ده حصل ولا ما حصلش. هي دي القضية الرئيسية، القضية الرئيسية إن الأكل اللي إحنا كنا هناكل منه كان موجود فار جواه. دي التفاصيل كلها وده كل اللي حصل، وشكرا.